السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم. مرحبا بكم في قناه مطبخ جميله دراما مع فيديو جديد ووصفه جديده. كنتمنى القاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وبصحه جيده. اليوم بغيت نشارك معكم بهذه الحريشات اللي ساهلين ماهلين كيتوجدوا بسرعه، في اخر دقيقه غادي توجدوا هذه الحريشات، واخا يكون ما عندكمش الوقت، واخا يكون عندكم ضياف، واخا يكون اي حاجه كتديريها غادي توجدي هذه الحريشات هذو، لانها المقادير ديالهم ساهلين وحتى الطريقه والمقادير حتى هما ساهلين. بالنسبه للمقادير ديال هاد الحريشات هادو كنحتاجو ليهم جوج كيسان ديال السميده رقيقه، كاس ديال الكوك، كاس فينو، كنحتاجو الحليب، انا غنوريكم القياس ديالو، كنحتاجو كاس لاروب ديال السكر، غادي نحتاجو الزيت غادي نقول لكم العبار، جوج بيضات، فانيا، وجوج خمارات، ورشه ديال الملح. هادو هما المقادير. دابا غادي ندوزو للطريقه، خليكم معايا. غنبداو بسم الله على بركه الله. غادي ناخذو السميده ديالتنا، غادي نعملوها في البول، غادي نعمل جميع النواشف، غادي نعاود معكم المقادير. جوج كيسان ديال السميده رقيقه، نفس العبار بالنسبه للكاس، كناخذو كاس ديال العنبه هو اللي كنعبروا به. دابا غادي نضيفو كاس ديال الكوك، وغادي نضيفو كاس ديال الفينو، صافي. غنضيفو فانيا، وغنضيفو واحد الرشه ديال الملح، من بعد غادي نضيف كاس لاروب ديال السكر، غادي نخلطوا هاد النواشف بوحدهم مزيان حتى يتجانسوا لينا مع بعضياتهم. غادي نضيفوا جوج بيضات، وغادي نضيف جوج اكياس ديال الخميره الكيماويه اللي الوزن ديالهم 7 غرام، يعني هما بجوج كيساوي الوزن ديالهم 14 غرام. وغادي نضيفو كاس لاروب ديال الزيت، صافي. هادو هما العناصر اللي عندنا. بالنسبه للحليب غادي نعبروا كاس ديال الحليب، كاس ديال الحليب نفس العبار ديال الكاس اللي عبرت به جميع العناصر اللي انا ذكرتها معكم، صافي. انا غادي نحرك حتى نحس بديك السميده وداك الفينو الكوك جانس مع البيض والزيت، عاد غنبدا نضيف في الحليب بشويه بشويه. ما كتحاوليش تعجني الحرشه ديالك غير جمعيها بالاصابع ديالك بحال هكا، غادي نحاول نكمل هذا الحليب اللي عندي كامل. واخا غادي تحسوا بها بانها مرخوفه، ولكن غادي تترك واحد المده حيت غادي تشرب، صافي. كاس ديال الحليب هو العبار اللي غادي تعملو، صافي. غادي نترك هاد الحرشه هادي، غادي نتركها حتى كتشرب لينا مزيان، تقريبا واحد ساعه ديال المكانه. كتحسي بديك العجين ديالك ديال الحرشه، كتحسي بها بانها شربت لك. انت راه كتلاحظوا بان التكستور ديال العجين كتحسي بها بانها مرخوفه بزاف، ولكن الوقيته اللي كتخليها كتشرب لك غدا تحسي بها بانها شربت داك الحليب اللي ضفتيه ليها، صافي. وغادي نرجع معاكم.
بعد ما دازت لينا المده ديال ساعه المكنه حتى لساعه ونص. ها نتوما شوفوا العجين ديالنا كيولا. بالنسبه لهاد السميده والكوك راه غادي نفندوا فيه هاد الحرشه ديالنا. كناخذوا تقريبا واحد الكاس ديال السميده غليظه، كنضيفوا عليها نص كاس ديال الكوك، وغادي نخلطوا هاد العناصر بجوج هما اللي غادي نمرمدوا فيهم هاد الحرشه ديالتنا. غناخذوا الحرشه ديالنا غادي نحاولوا نكونوها على شكل كرات. ها نتوما غتشوفوا اللاطه ديالتنا حدانا، ما كندهنوها ما والو، كنخليوها عاديه. بالنسبه للفرن راني كنسخنو مزيان. غنحاول نعطيكم نصائح على الفرن باش تحاول تنجح لكم هاد الحرشه هادي. بالنسبه للفرن كنسخنو مزيان، ما حدي انا كنمرمد هاد الحرشه هادي، ولكن الفرن راني شعلته باش يسخن ليا مزيان على درجه ديال 300 درجه. صافي انا غادي نكمل الحرشه ديالتي كما غتلاحظوا معايا، غنحاول نفندها في هذا الكوك والسميده، وعاد غادي نرجع معكم. صافي كنحاول نكمل الحرشه ديالتي على هذا الشكل كما كتلاحظوا معايا هانتوما. وبعد ما غادي نكمل اللاطه ديالتي هانتوما غتلاحظوا معايا، غادي نعملها في الفرن، ولكن غادي نقص لي من درجه الحراره، غادي نخليها غير 180 درجه، وغادي ندير العافيه فوق من الحرشه ديالتي، حيت العافيه الا كانت فوق من الحرشه غادي تحاول تشقق كما كتشوفوا معايا هانتوما. شوفوا الشكل ديالها كتشقق لينا الحرشه ديالتنا، وكتعطينا هذا الشكل هذا، وكتخليوها طيحه. ولا درتوا العافيه تحت منها ما غاديش تشقق لكم الحرشه ديالتكم. كنتمنى عطيتكم النصائح باش تجيكم الحرشه زوينه، وخصوصا بالنسبه للفرن، حيت الفرن كيلعب دور بالنسبه للحرشه. كنتمنى تجربوا هاد الحرشه هذه وتردوا عليا في لي كومونتير، وما تنساوش ليا لي لايك والاشتراكات وتعليق باش نقدر نزيد القدام والاستمراريه ونجيب لكم حاجه جديده. وكنقول لكم سلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.